هذا وأكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى خلال تصريح خاص لمركز الأخبار أن المرأة البحرينية شاركت بعطاءاتها الوطنية المستمرة على مدار تاريخ مملكة البحرين في بناء الوطن ونهضته. وأشار الصالح إلى أن ذلك الوفاء من قبل المرأة البحرينية المستمر جاء بفضل الدعم الكبير والمستمر الذي تحظى به المرأة البحرينية من جلالة الملك المفدى، وقد حققت العديد من المكتسبات والإنجازات الملموسة على مختلف الصعد. أن يتواكب عيد المرأة مع تأسيس المجلس الأعلى للمرأة قبل 20 عاما، 20 عاما مزهرة استطاعت المرأة أن تتمكن وأن تتقدم بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأصبحت المرأة من ضمن الأعمدة الأساسية لمشروعه الإصلاحي، وبالتالي استحدث المجلس الأعلى للمرأة لكي يقوم على خدمة مصالح المرأة وتمكينها ومساواتها بالرجل ومشاركة الرجل في كل مجالات الحياة، فأصبحت المرأة شريكا أساسيا في عملية التنمية، وأصبحت تتسلم وتتقلد أعلى المراكز والمناصب في جميع مناحي الدولة. ولذلك كان ذلك أيضا بدعم من الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم كل الدعم الممكن لكي تنفذ الخطط التي تساعد المرأة على أن تتوازن حقوقها مع حقوق الرجل، فأصبحت المرأة مفخرة لنا في البحرين على ما حققته من إنجازات. كما أن رئاسة المجلس الأعلى للمرأة التي تقلدته صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم قرينة جلالة الملك أعطى لهذا المجلس أيضا دفعة قوية، بحيث يتمكن هذا المجلس وبهذه الفترة القصيرة أن يحقق ما حققه للمرأة.